للمزيد ينضم إلينا من واشنطن الخبير في سياسة الخارجية وجغرافيا الطاقة وأمنها الأستاذ في جامعة جورج ميسون الدكتور أموت شكري. دكتور شكري، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. بداية، كيف يبدو لك الدور الأمريكي في تعزيز ملف الطاقة بالعراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد زيارة السودان الأخيرة إلى واشنطن؟ شكرا لاستضافتي. الحكومة العراقية لم تستطع حل مشكلة الطاقة. بالنسبة لسؤالك، الولايات المتحدة يمكن أن تساعد العراق في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران. الولايات المتحدة ستتمكن من مساعدة الحكومة العراقية على تنويع هذه المصادر والاعتماد على الطاقة الشمسية وتشجيع بعض الشركات على القدوم إلى العراق والاستثمار في قطاع الطاقة. أيضا هناك خيار على الطاولة بالنسبة لواشنطن، لو الحكومة العراقية استطاعت أن تحل مشكلة الشفافية فالحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية مهتمة بالحضور إلى العراق. طب دكتور، أعتذر على المقاطعة، كيف تفسر خلو جولات التراخيص النفطية الأخيرة من تواجد الشركات الاستثمارية الأمريكية واكتساح الصينية لها؟ هذا سؤال جيد. كما ذكرتم في تقريركم، هناك شركات طاقة من الصين تعمل في العراق، وهناك 29 مشروع جديد في العراق لاستكشاف مصادر طاقة جديدة. الشركات الصينية لا تهتم بموضوع الشفافية في العراق، وهذه الشركات أيضا مهتمة بالاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية. أيضا علي أن أقول أن الصين مهتمة بالتواجد بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق. طب ولكن دكتور، هناك من يقول بأن العروض الصينية المقدمة أقل بكثير من العروض الأوروبية والأمريكية المقدمة لهذه الشركات، مما توفر الأموال على الدولة العراقية وتستفيد أكثر من هذا الاستثمار.
الصينيون يستخدمون تكنولوجيا أقل. I think China has an upper hand to come to the Iraq to invest in new oil and gas field. And as I mentioned, ولكن للصين فرصة أفضل للحضور إلى العراق والاستثمار في قطاع الطاقة. Trying to create required security in oil and gas field in Iraq, and I think security problem is not very important for. الشركات الصينية لا تهتم بالمشاكل الأمنية مثل الشركات الأمريكية. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا من واشنطن، الخبير في السياسة الخارجية وجغرافيا الطاقة وأمنها الأستاذ في جامعة جورج ميسون الدكتور أمو تشكري. ممتنة كثيرا لك.